إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ايه يدير سيميان، nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Et dire, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Seigneur, inflige-leur deux fois les châtiments et maudis-les d'une grande malédiction. مجموعة من الناس طبعا محكومين على جهنم، بيروحوا على النار. جهنم مش مزحة، جهنم حقيقة، مش هيك؟ هي الحقيقة، أسئلة بديهية. لكن هن رايحين على النار بيقولوا لربنا: يا رب نحن بنستحق نروح على النار، بس في ناس لازم كمان يروحوا معنا وقبل منا ويتعذبوا دول في عذابنا. مين اللي هون؟ هدول سادتنا وكبراءنا. نو شيف اي نو جران. زعمائنا، كبارنا، سادتنا. اللي نحن كنا ماشيين وراهم. وكنا نطاوعهم وكنا مأجرين عقولنا ومعطيهم غيرهم. فيا هول أضلونا، هول هن كانوا سبب ضلالنا. آتهم ضعفين، أنفيش لار دي فوا لي شاتيمون، مرتين خليني نتعرض. أكيد اللي بيكون بموقع الناس بتسمع له أو الناس بتمشي وراه بتكون مسؤولية كبيرة، بتعرف ليش؟ لأنه لوين بدك تودي الناس؟ هلا في ناس تحكي وفي ناس بتخطب وفي ناس بتعلم وفي ناس بتوجه وفي ناس بتتزعم وفي ناس بتتركز وفي ناس بتمشي وراهم إما بالدين وإما بالسياسة وإما بالعلم وإما بأشياء كتير. أنت لوين بدك تاخذ الناس؟
إذا أخذتهم إلى الضلال الله سبحانه وتعالى هيعاقبك، لأنك أنت مسؤول، هتتحمل المسؤولية. شوف بأي تاني القرآن الكريم شو بيقول؟ حتى إذا اداركوا فيها جميعا، الله الله، نفس المعنى، نفس المكان، نفس المعنى، بس هون في شيء جديد. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، كلهم سوا، تابعوا المتبوع، يعني تابعوا المتبوع، كبار وصغار، الراعي والقطيع، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، طائفة المتبعين، آل التلميذ المتبعين، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار. رب شو بيقول لهم؟ هؤلاء عم يطلبوا هيك. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. انتوا راح تدوها دول، من اللي راح يدوها دول؟ هلا بدي ليش؟ طيب هول اللي كانوا زعماء ورؤساء وقادة ومعلمين راح يتعذبوا ضعفين، واللي اتبعوهم ايضا لكل ضعف راح يتعذبوا ضعفين. ليش؟ وي لوسيكي توس سي ريتروفيرون لا dernière fournée dira de la première. Oh notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. Il dira, Rabna, il dira à chacun le double. Il dira à chacun le double, mais vous ne savez pas. Mais vous ne savez pas. لكن لا تعرف ليش بدهم يتعذبوا اللي اتبعوا ضعف واللي اتبعوا ضعف؟ تعرف ليش؟ لأنه اللي اتبعوا ضلوا حالهم وضلوا غيرهم، مش هيك؟ ولكن اللي اتبعوا لأنهم اتبعوا بدون وعي. طيب معلش، هلا انت بتيجي بتقول لي الطريق من هون بتودي لهون، مش هيك؟ انا ليش بدي ارد عليك هيك على عينيها مثل ما بقولوا؟ يعني وكانه ربنا عم بدي اعذبهم لهون لانه عطل عقولهم ومشيوا على العمى. ليه تمشي على العمى؟ اعطيتك عقل، برافو، اعطيتك مخ. أنا دائما بحكيكم عن العقل، مظبوط ولا لا؟ لأنه الإنسان عقل، والبيئة إكسسوار وحياته. هلا صاروا يحطوا إيد اللاستيك، ها كله بيذكر، بس عقل شفت لك واحد شيلوا له عقل وحطوا له عقل ثاني، ها؟ ما بصير. الإنسان عقل. الإنسان عقل. طيب العقل أو هو بيمشيك وبدلك على الطريق وانت بتحري من التبعيه، بدك تحري تبع، اتبع سبيل الامان، اتبع سبيل الرشاد، اتبع سبيل الهدايه، اتبع النور. لذلك عم يقول بكل ضعف، طولوا بالكم، كل واحد رح يلقى دول، هوليك رح يلقى دول انهم ضلوا نفسهم وضلوكم معهم وانتوا لكم ضعف لانه انتوا ضليتوا واتبعتوا على عملها. والممنوع امشي نهج عند الامام علي سلام الله عليه. لوين؟ على نهج البلاغه. على نهج البلاغه. لكن الامام علي شو بيقول؟ شو الامام سلام
الله عليه حركنا عقولنا شيء ألا الحذر الحذر تبتلو ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وخبرائكم. أصلا شو بنخبر الدنيا اليوم غير الملوك والحكام؟ شيء والناس مشي وراء عم تموتهم مضبوط ولا لا؟ ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم. ما في حدا معصوم يا حبيبي، في حدا معصوم حاسب كل الناس. ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تبقى هلا في كبار وأولاد المؤمنين وناحوا في شمتهم شو مرهم ها؟ بس في ناس تكبروا عن حسبهم، يعني صاروا يحسوا حالهم هن شو؟ كبار آلهة وترفعوا فوق نسبهم وألقوا الهشيمة على ربهم. شو يعني يؤلقوا الهشيمة على ربهم؟ يعني كل شيء مش منيح هذا الله سببه، بس هن كل شيء منيح اللي بيعملوه. وجاحدوا الله على ما صنع بهم مكابرة لقضائه ومغالبة لآلائه. يعني باختصار صاروا قد ما طولوا نفيرهم وصاروا متكبرين صاروا بدهم يزاحوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني صاروا بدهم يدعوا لأنفسهم الألوهية. عم قلنا الإمام علي انتبهوا من هول ما تمشوش وراهم. ما تمشي وراهم. هول بيخلوكم على المنوار. بيخلوكم على العذاب. Méfiez-vous de l'obéissance à des seigneurs et à des supérieurs qui méprisent leurs congénères et se morgueillissent par-delà leurs origines, qui rejettent leur tort sur Dieu. Ni les bienfaits qu'il leur a octroyés, contestent ses décrets et s'attribuent ses faveurs. ودعائم أركان الفتنة وسيوف اعتزاء الجاهلية. الإمام علي سلام الله بيحذرنا من 1400 سنة ونحن اليوم بنوقع بنشوف بنفس الخطأ. سجون سون لي باز اي لي فوندمون du sectarisme, les piliers de la discorde et les armes de l'air de l'ignorance. Mais je vous dis, j'ai dit, chers frères, stadillu ala tariq Allah azza wa jalla خلال أيدي بيقول وَسَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا الله بيقول استدلوا على طريق الله بذكر أهل الذكر. أهل الذكر ناس بيدلوكم على طريق الله. ثم بيكمل الإمام بيقول فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أضاقة ولا لفضله عندكم حسادة. فاتقوا الله. وإذا الله أعطاكم نعمة ما تستعملوهاش ضد مصلحتكم وضد طاعة ربكم وضد رضاكم.
ولا تتحاسدوا، ولا تتحاسدوا. Évitez les interdits de Dieu. Ne faites point de ses faveurs un sujet de châtiment. Et que sa générosité ne crée pas entre vous un motif d'envie et de haine. Chir al-hasad wa al-karahi min anfusikum. L'envie et la haine. Paul bi'ikluk l'intu ahya. Chir? Paul bi'ikluk l'intu ahya. إذن ما يربينا نحن نحتاج إلى أن نربي أرواحنا، نربي نفوسنا. لازم نتربى ولازم نعرف حالنا مع مين وكيف وأينت وليش. فما نمشي وما نحكي وما نقعد وما نوقف وما نزقف وما نضحك وما نبكي، لأنه كل شيء بحسابه. نحن مسؤولين. شو نحن جايين نتسلى بهالدنيا؟ ها؟ جايين يعني نعطيها لعبة؟ لا لا لا، نحن عندنا مسؤولية، في ريسبونسابيلتي علينا. ليش؟ لأنه بكره كل واحد منكم ومننا وكلنا في حساب، في فاتورة بهالدنيا. هسا انت عم تاكل وعم تشرب وعم تتنعم وعم تجي وعم تطلع وعم تنزل، فكر حالك انه ما في حساب؟ ما في حساب. الإمام علي سلام الله عليه، نفس الإمام علي يقول: في حلالك حساب وفي حرامها عقاب. الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. ما بدك تقول. ولا تطيعوا الأدرياء الذين شربتم بصفوكم كذلكم. الله الله، ساعدوني شوي بالعربي. الذين شربتم بصفوكم كذلكم، يعني انتم صافين كبير مش منكم، رحتوا اخذتوا من ميتهم وسخه جلبك وشربتوها. طبعا مش مقصود هون المي، انما الاخلاق والسلوك. الذين شربتم بصفوكم كلام، وخلطتم بصحتكم مرضهم. الواحد بيجيب العربه لحاله، بيجيب المرض لحاله. انتم جبتوا امراض لانفسكم خلال شو؟ لا تبينكم. كنتم ناح ونزعتوا حالكم، وأدخلتم في حقكم باطلهم. كنتوا على الحق ومشيتوا معهم على الباطل، وهم أساس الفسوق. وهم أساس الفسوق وأحلاس العقوق. ليش أحلاس العقوق؟ يعني لازمين للعقوق وللمعصية للأذية، لازمين. تبعية مسؤولية، تبعية مسؤولية. N'obéissez pas aux parvenus prétentieux. Prétentieux, ceux qui vous éclaboussent de leur péché alors que vous êtes purs, qui vous contaminent par leur mot alors que vous êtes saints, qui intègrent leurs mensonges dans vos vérités. Ils sont à la base de la débauche, les compagnons de l'ingratitude.
gratitude. إبليس الشيطان أخذهم مطية. فارش يعني أخذهم مطية. فارش بيكون كمسلم. نحن ندرب على الدوائر إن شاء الله. ها؟ الشمال وعلى على اللون. تركب أنت خلينا نتركب على الحمار شيء أو على الفرس. في ناس إبليس شيطان الديار يعني راكب عليها مثل ما أنت بتركب على الحمار وعلى الفرس وسيئة نفس الشيء. مطية للشيطان. في ناس هيك الشيطان عامل معها. يعني لا معذبها ولا معذبينه، بالعكس سيئها مظبوط. سيئها شو؟ مظبوط. بيبي. مش مضطر إبليس يشغل جنده وجسمه وحاله من اجل انه يتعب معها، اصلا هي ليست متعبه، في ناس مش متعبين اصلا، مش متعبين، يعني ان شاء الله ابليس بيعمل له هيك بيقول يلا بسابقك. سابقك على المعصيه، سابقك على الحرام، مش هيك؟ والله لا بيجيب له وسواس كالناس ولا بيقعد يوسوس ولا شيء، يا فلان سبقنا على محل الحرام، اللي بتكره عنا. لذلك الامام يقول اتخذهم ابليس مطايا ضلال وجنا، جنون صاروا يصولوا على الناس، وجنا بهم يصولوا على الناس، وتراجمة ينطق على ألسنتهم. الله اكبر، عم تعرف هذا الكلام؟ هو تراجمة ابليس، يعني كلامهم هو كلام ابليس، منطقهم هو منطق ابليس، مواقفهم هي مواقف الشيطان، مواقف ابليس. هذه موعظه قالها الامام امير المؤمنين من 1400 سنه. نحن اليوم ما بنشوف ناس منطقهم منطق ابليس. وتراجمه ينطق على السنتهم استرقاقا لعقولهم ودخولا في عيونهم ونفا في اسماعكم فجعلكم مرمى مرمى النبي وموطئ قدمه اشرح لك ومكتب يدي. يقول قد ما شاطر ابليس وقد ما هو الناس ضعاف دخل ابليس بعقولهم وعلى السنتهم ونفث في اسماعهم بذينيهم وبعينيهم وبلسانتهم، صار كل هاي ادوات الات بحركها ابليس بالتليكوماند. ولا اني خلص سلموا امرهم للشيطان. للشيطان للشر للفسق للفجور للحرام للمعصيه للظلم لاي شيء سمي ما في مبدا. للباطل للكفر للشرك سلموا انفسهم للشيطان. أوراق اعتمادهم قدموها للشيطان. إبليس s'en sert comme des trous qui lance à l'assaut des humains et comme des interprètes pour exprimer sa pensée. Accaparer vos esprits, séduire vos yeux, essouffler le mal dans vos cœurs, et a fait de vous la cible de ses flèches. Ramanir, au Salomir, veut vous traîner à ses pieds et vous mener à votre perte. خلاص خلاص هيدا اللي قدر يعمل ابليس مع مين؟ مع بعض الناس اللي سلموا امرهم. انتبه هلا بقول لك هيدا ابليس شاطر. يا حبيبي انا عم بحكي عن ابليس البشري وابليس الجن. في ناس هني ابالغ بس
تفسير الأمي وجعفلتي. أوكي؟ لأن هو شيطان بس بيقدر يستعمل ويعرف. في ولا ما في؟ أكيد. لأنه عندما يحرك الناس باتجاه جهنم واتجاه الشر واتجاه الرذيلة، هذا شو بيكون؟ شو بيكون؟ يكون بيصنع مش بيس، ويمكن البيس مش بياخذ عنده دروس، بيعمل عنده امتحان. يعني ما تفكر انه البيس شيء صعب. في ناس من البيس. نسأل الله عز وجل. أنا عم حاول كل فترة شيلكم هيك شيء ضرر من نهج البلاغة. شيلكم شيء من نهج البلاغة يعني مو حرام عن جد، حرام نضيع هذا الكنز، هذا كنز بيننا. بخذكم من نهج البلاغة، خذكم من القرآن الكريم لنستفيد لنتعلم. وقال واحد لك أنا أحب الأخي افهم الإمام علي شو بده. مشي مع الإمام علي بدي أعمل لك إياها. بتحب الإمام علي؟ عادي، لكن شو عم تعمل؟ عم تتعلم من الإمام سلام الله عليه كيف تعيش؟ والإمام علي صنم والعياذ بالله، الإمام علي لا أعوذ بالله، عمل إنسان، 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 مش إنسان، هو أمير الإنسانية، أمير الإنسانية، أمير المؤمنين، أمير الطقع، أمير البلاغة. حبيب رسول الله من تلميذ رسول الله شاهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا